للمزيد عن الشأن السوري ينضم إلينا عبر سكايب من غازي عنتاب التركية الأستاذ رزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. أهلا بكم أستاذ رزوان إلى استوديو الرافدين. أهلا بك سيدي. أهلا بكم. بداية، وزير الدفاع الأمريكي تحدث عن زيادة في الوجود الأمريكي في سوريا بعد إخراج تنظيم الدولة منها، أليس من المفترض خفض الوجود الأمريكي؟ كيف يمكن قراءة هذا التناقض؟ أنا بتقديري الولايات المتحدة ليست موجودة في سوريا لمحاربة أو لمواجهة المشاريع التوسعية الإيرانية كما تحاول أن تسوق. باعتقادي هي موجودة لكي تخلق لنفسها مكان في عملية صناعة الحل في سوريا من جهة، بما يحفظ لها مصالحها الاستراتيجية، بالإضافة إلى مناكفة تركيا ودعم القوى الكردية المناهضة لتركيا بغرض الابتزاز لا أكثر ولا أقل. تسوق لهؤلاء القوى أو لتلك القوى وعود الحقيقة سرعان ما ستنكس بها إذا ما حصل تقارب أو أي توافق بينها وبين تركيا. نعم، الرئيس الروسي صادق على توسيع قاعدة طرطوس العسكرية، ماذا يدل هذا؟ يعني روسيا تسعى بالتأكيد إلى تواجد طويل الأمد في سوريا، يعني العملية التي تسعى لإنتاجها في سوتشي ليست فقط موضوع إعادة إنتاج النظام وإعادة إكسابه الشرعية اللازمة لاستمراره، إنما أيضا شرعنة الوجود العسكري الروسي وشرعنة وحماية المصالح والعقود طويلة الأجل التي أبرمها النظام السوري فيما يتعلق بالثروات النفطية وثروات الغاز وكل هذه القضايا. يعني التدخل العسكري الروسي الذي حصل منذ أكثر من سنتين يعني وفر الحقيقة لروسيا فرصة ذهبية لا يمكن أن تفوتها لإعادة نفسها إلى المشهد الدولي كقطب ثاني، لن تفوت تلك الفرصة، وهذا ما يعزز وجودها في سوريا. نعم، يعني المعارضة، أين المعارضة من النفوذين الأمريكي والروسي؟ أيضا تحدثت روسيا عن أن هناك إمكانية لإشراك الأكراد في مؤتمر سوتشي، أين المعارضة مما يجي أو يتم الاتفاق عليه بين القوى على الأرض السورية؟ يا سيدي، المعارضة اليوم لا وزن نوعي لها على الإطلاق، يعني هي والصفر سواء، قيمتها في المعادلة بالكامل هي الصفر. القوى المسلحة على الأرض مشرزمة، لا قرار مركزي لها ولا رابط لها مع القوى السياسية التي يفترض أن تكون واجهة لمطالب السوريين والمشروعة. كل ذلك يعني جعل من القوى السياسية السورية أو المعارضة السورية مجرد رقم لا قيمة له على يسار أي معادلة، وبالتالي لا يمكن السؤال عن موقف للمعارضة، لأن الحقيقة انتهت المعارضة عندما جعلت من نفسها رهينة ومعبر عن مصالح القوى الإقليمية والدولية وليست معبر عن مصالح السوريين. اليوم تم إخراج الدفعة الأولى من مقاتلي المعارضة في بيجين من الغوطة الغربية، هذا الأمر هو آخر معقل أو هذا المكان هو آخر معقل للمعارضة في الغوطة الغربية، كيف ترى ذلك أستاذ رزوان؟ إلى أين تسير الثورة السورية مع انتهاء هذه الغوطة الغربية من عمليات التهجير؟ يا سيدي، يعني هذا المآل هو نتيجة طبيعية ومتوقعة وليست مفاجئة لمسار العمل العسكري في سوريا. طالما لم يكن هناك بنية عسكرية واحدة ومتماسكة ولها أجندة وطنية واضحة وهي رهينة أيضا القوى الإقليمية والدولية الداعمة لها بالسلاح، فبالتالي المآل أن تصل إلى ما وصلت إليه هو أمر طبيعي. هي المحصلة الطبيعية لكل هذا السلوك الغبي الذي لم يعرف كيف يتعاطى مع أدوات الصراع وجعل من نفسه أيضا رهينة للقوى التي تدعمه بالسلاح، تصدر له الأوامر افتح معركة هنا قف هنا. يعني إدارة الصراع
لم تكن بإرادة وطنية سورية صرفة، بالإضافة إلى أنه الأجندة التي تحمل تلك القوى ليست هي ما سعى من أجل السوريين عندما خرجوا ضد النظام الحاكم، وبالتالي طبيعي أن يحصل ما حصل. نعم، حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي قال بأن موسكو سترسل دعوات للأكراد والمكونات الأخرى للمشاركة بمؤتمر سوتشي. أستاذ غزوان، مع الموقف التركي المعارض لوجود الأكراد في مؤتمر سوتشي والتوافق الروسي التركي، هل سيحضر الأكراد إلى مؤتمر سوتشي برأيك؟ الحقيقة يعني هناك العديد من القوى الكردية التي يمكن لها الحضور بكل تأكيد. التحفظ التركي هو على حزب البيدة باعتباره واجهة سياسية لما تفترض أنه امتداد للبيكيكي في تركيا، وبالتالي هو مصنف كمنظمة إرهابية بالنسبة لها. روسيا أعتقد أنها ستسعى لتدوير الزوايا بحيث أن يحصل حضور كردي في سوتشي، لأنه لا يمكن إنتاج الحل الذي تسعى إلى روسيا دون أن يكون هناك من يمثل الكرد في سوريا. نعم. ستسعى باعتقادي لتدوير الزوايا في هذا الشأن بما لا يستفز تركيا. نعم، الأستاذ غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، كنت معنا عبر سكايب من غازي عنتبة تركيا، شكرا جزيلا لك.